إذا كنت تبحث عن الطريقة المثلى لمعرفة احتياجك اليومي من البروتين لبناء العضلات، فأنت في المكان الصحيح. وقبل أن نبدأ، نرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. اليوم سنوضح لك كيف يمكنك تحديد كمية البروتين التي تحتاجها لتحصل على أفضل نتائج من تدريباتك الرياضية. البروتين هو أحد أهم العناصر الغذائية الضرورية لبناء العضلات. إنه يساعد في إصلاح الأنسجة العضلية بعد التمرين ويساهم في نموها. وهناك عدة عوامل تؤثر على كمية البروتين التي تحتاجها، منها وزن الجسم، مستوى النشاط البدني، أهدافك الرياضية، بناء العضلات، فقدان الوزن، وهكذا. ولحساب الاحتياج اليومي من البروتين للبالغين الذين يمارسون تمارين رياضية بانتظام، ينصح بتناول 1.6 إلى 2.2 جرام من البروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم. مصادر البروتين: هناك العديد من المصادر الغذائية التي يمكنك الحصول منها على البروتين. البروتين الحيواني، اللحوم، الدواجن، الأسماك، البيض، البروتين النباتي، البقوليات، المكسرات، الحبوب الكاملة. من الأفضل توزيع كمية البروتين التي تحتاجها على وجباتك اليومية بدلاً من تناولها دفعة واحدة. يمكنك تناول وجبات صغيرة تحتوي على البروتين على مدار اليوم لتحقيق أفضل امتصاص واستخدام للبروتين. شكراً لمشاهدتكم. إذا وجدتم هذا الفيديو مفيداً، يرجى الإعجاب والمشاركة لمزيد من النصائح حول نمو العضلات واللياقة البدنية.